يا تقريبا من سنة 99 2000 أروح هناك. اسم والدك فادك لو ضرك؟ لا فادني طبعا، فادك أكيد في بداياتك. بداياتي فادني. اي أول قبول إلي كان بفضل اسم والدي، بس هو ما متدخل، ما يعرف أصلا. واضح، بس يعني أنت ابن عبد الزهرة. إي لأن ابن عبد الزهرة. اي ورئيس اللجنة اللي اختبرنا هو صديق والدي، يعني من قبل 2003 مشتغلين بالصحافة سوا، فهو من قرأ الاسم عرفني. يعني قال لي انت ابن استاذ عبد الزهره ما غيرك؟ قلت له ايه. فهو قال لي انت عندك 5% او 1% من ما يملكه والدك؟ انا بس قلت له ان شاء الله. فقال لي روح، يعني ما قال لي لا مقبول ولا هذا، بعدين اتصلوا بي. السؤال، والدك بالعقد الاخير تعرض لحملات تشويه او حديث تعرفه؟ طبعا. لان انت حيدر مكروه بالوسط، الناس تضوج منك؟ لا انا مو مكروه بالوسط. ها علي، لا بس صار عندي اعداء بالوسط. جيد، هذا السبب اللي خلى بالوسط الناس توصل لوالدك بهذه الطريقه ويتحدث؟ مليون بالميه. ولا هم وين يعرفون والدي؟ عن طريق يعني بسبب يعني انت اذيت والدك ما فت بهذه الشهره والوصول. ممكن ممكن يعني ممكن انا اكون اذيته. والمنصف والناس اللي ما منخرطه بهذا الوسط وصراعاته، يعني من يعرفون مثلا حيدر زكي اللي يطلع بالتلفزيون هذا ابن عبد الزهره كاصدقائه، هواي يتفاجئون. مثلا الاستاذ شاكر حامد سابقا كان مراسل الجزيره وابو ظبي والان مستشار يتفاجئون ليش؟ يعني يقولوا له الحمد لله والشكر يعني انه حيدر يعني وصل لهي المرحله. ويتواصلون، وبعدين هم اغلب اصدقائه قاموا يتواصلون وياي، عندهم تعرف يعني اهتمامات رياضيه، فهو يشعر بالفخر بالتاكيد. بس انا اذيته فقط بالإساءة من بعض الناس يعني اختلفنا.